السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي إذا قيمها إيا قدر أنتم مدنوا ميال كستوى دافا دوندا هي دعالة بيت كرتوكتان سبح ونكسن قلب ونكسن يهب ونكسن وقت كستا أو أيدين تهايبا ونكسن كسو دوادة وربحنا دي أدن بيي أما بيدا دي مركز تيه قور كستا إيا ولي بحل كستوى آن نوغا براتين وحان إذين وداح إيدا مدي أغوبا دنا إيه كتر سان إيدا مدا حق الدر كتما هيرتي SSC أيا كرقا سدي قبل كسناك وليبا فريسي مع عصب أما تلسي عصب أي كسم يستين هالكاس وربحنتي قدام بيسي إيه موقال أيان إذن كوضع لنا عكلنا وحان إذن وضع وقدام بين دولة فدرالك الصومالية أي أمر أذك أما علوس تلقتاي ميدتك كو أسان إسكور بوليسية إن سيدا أقول لغسيها بدن ميدتكاس لغسو سارو هالكاس إنا لله وإنا إليه راجعون وحال مريا إن ميد قبرك وكتشري لغسو سارو كدمنا للك لإبسادو وحان إذن كوضا وربحين إيا موغال موغال كينا قدن بيا أما وربحين تينا قدن بيسانا وحا أي كساب سنتهاي محكمة داح عاصمة داح دولة بوتلان إيه قروي أي حكونو كوري داي توقتي أما لادرينتي أغو سرسي إيه كجن عسنجري ماان دوري ياشا موقال عجيبة أيان إذن كوضا وحالغو حكومي إيا محكمة دوحا أي دولك تايبة هادابا إنتينان أغو دقلين سيدي عددينو هايت فضلان هادان دوغو عصبتهاي سبسكرايب نصوردي لان سيوداك ساحبة فربادورو منكسن سيدا إذن كو كلا هوري هاديان نولو جوكتين هواند كمهد علينيا لايك تو مركزت أناغو حينو تردير جلين ميلو فوق فوق ياسحاب فربادنا ويقار سيناسا وحي تلايه تسالانا كومنتيك هوسي أيا نقول سيوداك كرتان سودو واده هدبا هدي أنكو هرأيو عيدا مدي أغو ترادة بدنا إيه كاترسان عيدا مدى دراويشتا مامولك SSC خاتمو أيا كرقان سدي قبل كسانا موقالك هالكان إيا عيدا مدى هالكان إذن كم مغدا وعيدا مدي أغو دنبيي إيه كرقان سدا قبل كسانا هالكاس وفري سيما عصب أما تلسي عصب أي كسامي سندونان هوري وحينو أو أغين إن عيدا ما فرنبدان أي هالكاس هوري وچوغين كواس أو وعد كماري هدي آن تعديغا لغو هايو شعبكا كسوغان قده مغالد عريقابو آن لغدين إن أي سيدا أغو نخصيها بدان أي قده مغالد عريقابو وقالي دونان هسي أها تيه عيدا مدن أيا إياغونا لغو حو چنيا عيدا مدي هوري أي حالكاس كسوغنا كدي مركي ملشيات كه ارق حسدا لما قعب حي سوماليلان اي عيد ما فربدن اي سو دوبين ايغا او اسو ديارينيا اني وير قاد ما اي سو قادان اسكو سو دوتوب حالدو هوب اورورسي اي مرسا ارق حسدا ملشياتكو دفاع بي كوتشران مرنا عيد ما اي كينيان حالك عيد ما دا حق درك جماهيرتا SSC اي سوغيان امر كليا او الامر او ليرادو خوري اسودا او قدال هاوسو چه سنينة وحي ورره دنبه اي كسو كورنانه قدال ايان ايدين كسو شيك دونا اينكو قدوبنا هدباه اسو لابانو دولة فدرال كسوماليا ايان ماان تم عموستو كدعادي رنتي تان عيب ايو فدحاد مدن اللام اوران كارو واي دافتي وحي اسو بدشي ادون يقدون ايو آخر السبان اي اسو بدشي وحي امرتي ان ميدت كا كواسن اسكول بوليسية ان دمان لغا سوقفو بالمركة كواد موقال كان اينو ودا داوانو كدب ايينو اسيكو دقالي دونا دادكا اللبي حكرين ميدت كا هلكا كجرة أنجا بحنين أنجا أنا ميل جيني إن هدو إلهي إله عنو تلاجل إيه لدو دون أي أكتها أي أقعد دونان ماشان جيني إن هدو إلهي إله دو يقول كا كدو بين قذب كلمات مدير أو كوبن رنتي وأرين آدي آد لولا يابو وأنا أرين دمير حماة أنا هو حابن إسلامي هاي آخر السبان أياب الوشرابة والدولة الفدرالية الصومالية ووسيركي قاشان ديكا ترياشي عيدا مدى لمانتود ايا هالكن تاغن محي او تاغن يهين وما تاغنا اني دقاح ديغان مشروع لديسايو اسبتال هدي اي تهاي مسيالك دقوب وحبرشو اني دقاح ديغان وما تاغنا اني ميل حاريق اي كتران اما حارون دولدين اي لادهاي اني حاريق اي كتران وما تاغنا اني قف مدحا
أي سود ويني هسي أهاتي وحا أي أتاغيهين سيدي لو سو ساري لها ميدتك أكتو دا كو أحسن إن قبريغا لغا سو سارو أي أتاغيهين هالكاس رنتي وارين عجيبة أمر أي دول إختي وحينو مغلتيرني قف هبل أما داد هبل أيال أمري أما أمر لدول إغي إناي وحا سميان أما جناح إنتال إغ أي بحيان ماانتاسي meedadkii qabuuraha ku jiray ayaa amar la duldhigay in laga soo saaro meesha runtii hore waxaan idin kula wadaagay muqaal ay ku diidayeen ama ay ku beeninayeen in meedadka qabriyada laga soo saarayo waliba waxay ahayd muqaalkii baraha bulshada qabsaday ajakis uu dhalay oo ka hadlayay aabihii markii uu meesha oo ka saarayay hase ahaatee booliska oo soo qabtay oo ku amray inuu beeniyo waa kuwii dhammaantood wada beeniyey iska soo wada tooto dee wax aan idhaahdaba garan maayo wax aan idhaahdo oo kale wallaahi garan maayo qabriyadii baa la marayaa maanta daarihii baa la soo iibsaday wax walba la soo iibsaday wixii oo dhan markii la soo iibsaday oo ay isa soo wada xireen ayaa qabuurihii maanta loo yimi meydka inta laga soo saaro in dhulka la iibsado ayaa la marayaa runtii soomaaliyay waad u jeeddaan xaaladdu halka ay marayso idinka idin taala haddii aad ku daawanaysaan sidaas iyo haddii aad weligiin dhibaatadaas iyo burburkaas iyo halaagaas iyo inkaartaas aad ku jirasaan waa mid idinka idin taala aanu ka gudubna haddaba warbixinteenna ama muuqaalkeenna u dambeeya waxa uu ku saabsan yahay caasimadda dowladda Puntland ee Garoowe bal marka koowaad muuqaalkan aynu wada daawan tobankii bishii lixaad waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida dembiyada culus u fariisatay dambi ciqaabeed loo haystay eedaysanayaasha kale ah maxamed maxamuud cabdirisaaq maxamed cabdirisaaq faarax fuud ina sahro maxamed xirsi 29 sano jira iyo yaasiin cabdi bashiir maxamed yaasiin mak loo yaqaan yaasiin mak magac dheer ina caanood faarax 35 sano jira saddex cabdisamed maxamuud maxamed loo ku magacdheer sooraan ina maryan sakariye 25 sano jira iyo afar runtii maanta waxa ay maxkamaddu xukun ay ku riday afar laadar ama afar kaabalaadar kuwaas oo ahaa laadarintii ugu waaweynaa maandooriyaasha ee dowladda Puntland gaar ahaan caasimadda Garoowe ugu dambeyn maxkamaddu way xukuntay mid walbaaba waxaa lagu xukumay 8 sano oo xadhiga iyo $4,000 inuu miiska u soo saaro waxaa lagu qabtay khamriga intaa la'eg 500 ayuu kor u dhaafayaa khamriga kaliyaaba la qaatay xashiishadii bahashii iyada ahaydna iyada oo dhowr iyo 20 kiilo ah ayaa iyadana lagu qabtay runtii waa ilaahay mahadi haddii maanta gacanta lagu hayo laadarintii waaweynaa ee waxaan soo gelinayay magaalada ka baayac mushtarayay wax kala goynayay wax kala tahriibinayay haddii maanta gacanta lagu hayo kuwa yaryarna dhimma leh iyagana hoos hoos ayaa loo qabanayaa waayo shaydaanka weyn iyo shaydaanka yar ka weyn marka la qabto ka yar isagaabaise soo dhiibayaba marka saa daraaddeed maanta maxkamad ayaa ku dhacday min 8 sano iyo ganaaxaas lacagta ayaa lagu xukumay hase ahaatee laamaha ammaanka ee booliska ee dowladda Puntland markasta waxay u taagan yihiin sidii ay nabadgelyada u sugi lahaayeen maandooriyaasha iyo wax walba oo khatar ku ahna oo la soo gelinayo gudaha dowladda Puntland ama magaalooyinka ay uga hortagi lahaayeen welibana ay gacanta ugu dhigi lahaayeen haddaad la soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka subscribe-na soo dhig lana sii wadaag saaxiibo farbadan oo wanaagsan sida idinkoo kale tan intaynu ka kulmi doono fi amaanillah.